يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحر رطب على السواحل الشمالية نهارا، بينما يسود طقس مائل الحرارة رطب على أغلب الأنحاء ليلا، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على محافظات ومدن القاهرة. نبدأ هذا من القاهرة، درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26، في الإسكندرية 33-24، في مطروح 32-24، في بورسعيد 34-24، في الإسماعيلية 37-26. بالنسبة لمحافظة السويس درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26، العريش 32-24، طابة 36-28، شرم الشيخ 40-31، الغردقة 40-30، الأقصر 41-27، أسوان 42-29، الوادي الجديد 41-27، شلاتين 38-30، حلايب 37-30. والآن مشاهدين الكرام نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.